حضرتك اسمه شعور خمخم، افرجك على فصائل الشعور كلها. ده شعور خمخم، ده شعور حر، او عشان الناس اللي مش عارفه الفروقات، ده شعور محسني. في شركس بس خلصان، هوريك الشركس خالص. محسني شعور اصلي او حر، تمام، وده خمخم. الشركس خلصان. طيب اعلاهم طبعا الحر، طبعا ويليه يعني الخمخ. بعد كده المحسن، اه المحسن اصلا بيلف في الآلية. والشركس، الشركس احلى من الخمخ كمان. تمام. وفي قمر الشعور، اه في قمر الشعور تحت منه على طول. الشعور الأمر ده تحت منه على طول. ده بقى سعره كام؟ في منه الشعور الأمر ده سنة وراوي. بص بقى، انت حظك كويس ان انا لقيت لك حته شركس. طب هي متباع بس لسه ما اتنضفتش، بس كويس ان انا عشان اعرف ايه. طبعا انا عارف ان الفانز بتوع حضرتك بيهتموا بالانواع، وبصراحه يعني ربنا يديك الصحه والله على اللي انت بتعمليه في الناس، وجزيك خير يعني بصراحه ان انت بتتعبي والله، بتشقي وبتروحي اسواق وبتلفي عشان تعرفي الناس، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله باذن الله. طبعا ده حضرتك شعور الشركس، ده الشركس، اه عارف من الحته الحمراء اللي هنا دي، سمك طبعا بلدي، شبه شويه من الكمكم، شبه شويه من الكمكم، اه بس دي مصفره شويه، اه ايه على طول لونها بيبقى كده اصفر شويه، اه نفس اللون كده. ده القمر، شعور القمر، ده القمر، ده نفس الفصيله شعور، يعني انا ساعات اسمع ان احلى كمان من شعور القمر. اكل ده اسواق، بس مش واخد صيت يعني، اه هو بس هو الاكل اسواق يعني. انا غير حضرتك وحضرتك غيري، كل واحد ليه ذوقه في الاكل. ده شعور قمر، هذا بسم الله ما شاء الله، او يعني البنت بقى، او قمر الشعور. ده الذكر وده النتي مثلا، بسموه قمر الشعور. قمر الشعور اهو، ودي الشعور الاصلي. يعني خدهم بالترتيب كده، يعني ايه رسوم لنا كده، الاعلى فالاعلى كده مثلا، دي اول حاجه رقم واحد يعني، اه ويلي القمر، اه بعد كده ده الشركس، اه خمخم، محسني. شايفين دي كده انواع الشعور او فصائل الشعور، اه ده الشعور الحر، شعور القمر، شعور شركس، شعور خمخم، شعور محسن. الاسعار بقى ب 100 زي بعض، دي ب 100 واي حاجه بقى كاب 70، كله بقى زي بعض في الاخر يعني. هو جه صندوق حنين بقى فيه كله، وانا هبيعه في بعضيه مش هنهرب. شايفين يا جماعه اشكاله اهي. طبعا ابو علاء بيحب يوضح لنا كل حاجه، ربنا يبارك له يا رب، المعلومات كلها عشان تبقوا عارفين ومحدش يغشكم يعني. لان يعني في ناس بتبيع الانواع دي على اساس انها شعور اصلا، بالذات في المحافظات الثانيه. معلش حضرتك، هو مش هيغنيك مع كيلو ولا العشرة دول، مش هيغنوك انت، اهم حاجه البركه. البركه دي بتيجي من رضا ربنا عليك ونعمه بالله، ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.